قبل الفاصل تحدثنا عن من هم الاحياء والتجديد والان نريد ان نعرف يعني ما يعني هم عايزين يعملوا شنو ما هو الدور المناط بهم انه يعملوا يعني طيب هم بيقولوا انهم عندهم نمره واحد عايزين يعملوها وهو رفع الوعي وبيتحدثوا حقيقه عن شريحه محدده هي شريحه الشباب رفع الوعي لدى شريحة الشباب أو شريحة الشبابية وما حددوا آه يعني تقدير يعني الشباب دي يقصدوا بشنو يعني هل مثلا من 18 سنة ل 45 سنة أو من 18 سنة ل 30 سنة أو من 15 سنة ل 30 سنة ما حددوا معاد معين وخلوها فيك كده لكن أنا عندي رجوع لكلمة الشباب لأنها كلمة مضللة جدا، يعني خاصة حينما نتحدث عن السياسة السودانية فكلمة مضللة جدا استخدام يعني أدوا الفرصة للشباب، طبعا ده لا يعني أنه الفرصة أن تعطى لمثل لمثلي يعني أو من هم في سني يعني ولكن أنا أريد فقط أن أوضح أنه هذه العبارة تستخدم بشكل مضلل جدا كأن الذين حكموا السودان منذ الاستقلال حتى تاريخه لم يكونوا من الشباب سنجح القصة دي ونتكلم فيه لكن على أي حال ده هذا حديث يريدون أيضا التثقيف بشكل عام ثم ربط الأمور بالمجتمع يعني ربط الأمر أو الإشكال السوداني السياسي والثقافي وغيره بالمجتمع بمعنى لابد من دراسات مجتمعية ودراسات اجتماعية عشان نقدر نعرف كيف نحل المشكلة السودانية، وهم يتهموا السياسيين السودانيين بأنهم دائما ما يتعاملون من فوق او من على ابراج عاجية مع المشاكل السودانية، ودائما يتعاملوا معها بشكل بطريقه نخبويه لا تتعامل او لا تتنزل الى المجتمعات الحقيقيه سواء كانت هذه المجتمعات الحقيقيه مجتمعات رعويه او مجتمعات ريفيه بشكل عام او مجتمعات زراعيه او حتى مجتمعات مدنيه حضريه زي ما موجوده في الخرطوم وغيره. لذلك فهم يرون انه لابد من آه زيادة الوعي بالمجتمعات السودانية وبالتالي معرفة المشكلة من أصلها ثم محاولة حلها بما يتناسب مع هذه المجتمعات من الناحية الثقافية ومن الناحية الدينية ومن الناحية المعايشية اللي بتعايش بها الناس وايضا من مهمتهم ايضا او من مهامنا اللي هم يرغبون في التعامل معها هي تفجير طاقات الشباب ايضا كلمه الشباب هنا انا لدي فيها كويشن كبير مع ايماني الشديد بانه لن يحدث تغيير جذري ان لم يستطع الشباب في تكوين مؤسساته الحقيقيه وفي ان يدين للسودان بكل شيء كما مهروا ثورات السودان كلها بالدماء. طيب اتخذوا الوسيله اللي اتخذوها هي المحاورة والمنطق والفكر والتعامل بعقلانية وتقديم محاضرات وتدريب الشباب بشكل عام. هنا عندنا مشكلة هل هم أول من آه يعني بدأ بهذه الفكرة يعني هل هي هذه الفكرة نستطيع أن نقول إنها هي فكرة مجموعة الإحياء والتجديد ليس لغيرهم يعني آه مشاركة فيها الكلام ده على إطلاقه غير صحيح لأن الجبهة الإسلامية نفسها أو الأخوان المسلمين نفسهم هم أيضا سيبك من الجهات الأخرى، لكن الأخوان المسلمين نفسهم هم أيضاً تعاملوا مع آه هذه المحاولات بشكل عام، حتى لو غيرنا شكل الـ الـ الشريحة أو الشريحة الـ السنية أو غيرنا المجتمعات. طيب كيف الكلام ده؟ آه الاخوان المسلمين حينما بداوا بداوا من المدارس والجامعات يعني عشان يجدوا لنفسهم طيب القصه دي جابوها من زينهم؟ لا جابوها لانه المجتمع التقليدي ما كان بيقبل افكار جديده في ذلك الوقت لذلك بداوا من التعليم وكانوا مشوا آه في القصه دي كويس جدا جدا واستطاعوا ان يقوموا آه يكون لديهم اثر كبير جدا جدا بل الحركات العقائد السياسيه التي اتت من حركات التحرر زي الشيوعيين، البعثيين، القوميين العرب الناصريين وما الى ذلك عاكسهم لانه دا كان المكان اللي ممكن ان يلتقوا فيه تلتقي فيه الافكار اللي هي الميديا وين؟ المدارس والجامعات في ذلك الوقت طبعا كانت في جامعه الخرطوم وجامعه القاهره الفرع ثم بعد كده الجزيره وجوبا وغيره آه وتوالت هذه الجامعات الى ان اصبحت 26 جامعه بلا جامعه ثم آه استخدم الـ 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 الاخوان المسلمين او الجبهه الاسلاميه تحديدا استخدمت نفس هذا الاسلوب حينما حاولت ان آه يعني تجد لها قدم في الجيش السوداني وكان الـ 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 كانت الجبهة الإسلامية آنذاك تدعو بعض أصحاب الأياقات الحمراء إلى هذا النوع من المحاضرات لإرساء لمحاوله ارسال مجموعه كبيره جدا من الرسائل ونجحوا في ذلك والكلام ده ما جبته من عندي اقرا كتاب المحبوب عبد السلام عن الحركه الاسلاميه وكيف كانت تتحرك الجبهه الاسلاميه عشان تغزو الجيش وتجد لنفسها موضع قدم فيه اذا الطريقه بتاعت استخدام المثقفاتيه واستخدام ال الثقافة كأداة أو استخدام المحاضرات كأداة للنفاذ إلى شريحة ما بغض النظر عن الفئات العمرية أو بغض النظر عن وضعها الوظائفي جنوب ده ما جديد حتى بالنسبة للجبهة الإسلامية هذا حديث قديم نجي نشوف الشيوعيين استخدموا هذا الاسلوب اصلا الشيوعيين موجودين وين بين النخب ما موجودين يعني ما, ما موجودين ساي موجودين بين النخب يعني وفي النخب استخدموا هذا الامر من زمان جدا البعثيين جوا استخدموا الناصريين جوا استخدموا فهذه ليست طريقه جديده يمكن ان نسميها بالتعامل مع الشرائح نجي لمسأله برضو توضيح هنا مهم جدا انا اشرت له انه السودان ده اصلا لم يحكموه الا الشباب الذين قاموا بمؤتمر داعي دا خلونا نتحدث بس من قريب بس من 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 بدايه الثلاثينات وانت جاي اللي عملوا مش من 24 حتى من ثوره 24 وانت جاي اللي عملوا ثورة 24 شباب هم اللي عملوها يعني هم اللي عملوها وحاولوا أن يصلوا بها إلى حلول للمشكلة السودانية مؤتمر الخريجين اللي عملوا شباب أساسا لما جاءت الأحزاب في تكوين الأول كلها كانت شباب حتى ناس محمد أحمد محجوب برغم أنها قامات عالية جدا وكذا لكن كانوا في هذا العمر ما بين 30 إلى 35 سنة ثورة مايو أو انقلاب مايو حين قام يعني قاموا بشباب أصلا كلهم رواد فيما عدا اثنين أو ثلاثة منهم يعني هم هم في عمر بتاع 30 ل 45 سنة فالفئة العمرية دي ما في فئة العمر ده ما كبر إلا بعد أبريل 85 بعد أبريل 86 بعد أبريل 86 حتى جو الناس الكهنة والعتاه ديل لكي يحكموا مرة أخرى بعد مرور ستة بعد أن فاتوا العمر بتاع الشباب اللي احنا بنقوله ده. الإنقاذ نفسها لما جاء يعني باستثناء مفكرين الكبار ديل لكن اللي نفذوا الإنقلابات واللي نفذوا الألف شخص من الـ من الظل من التي نفذت هذا الإنقلاب كلهم شباب يعني حتى الذين ماتوا في الجنوب بادعاء الحرب والجهاد في سبيل الله وكله أغلبهم كانوا من الشباب يعني فلم يحكم السودان يعني من هم يعني أكبر من 45 سنة ما حكموا السودان كثير ما حكموا كثير يعني السودان عموما يعني ما حكموا كثير يعني حكموا بسيط ولذلك الحديث عن الشباب حديث مهم جدا لأنه لولا الشباب ما في حاجة بتقوم لكن الحديث بأنه يا أخي مكنوا الشباب دون العجزة أو دون الكبار أو دون الجلاكين أو أي مفهوم من المفاهيم اللي ممكن الناس تقولها ده مفهوم خاطئ لأنه هم في الغالب ما قاعدين يعملوا حاجة يعني. أهو يجي هسي في زمن حمدوك هسي لأنه دي مرحلة انتقالية وكذا وبتاع لكن معظم الناس صغيرين في السن وناس شباب يعمل فيهم هذا البلد أعمال عظام جدا ونسأل الله أن يمشوا لقدام ويمشوا البلد لقدام بما في ذلك يعني شباب الأخوان لكن كل عمليات التدجين التي تمت تمت بواسطة الشباب أساسا يعني الجيش الغير وكل تمت كل الانقلابات اللي قامت من العسكر أصلا قاموا بها شباب يعني يعني ما قاموا بها ناس كبار يعني الا اذا استثنيت بعض الاستثناءات اللي ال هي اصلا يعني استلمت الحكم بس لظروف يعني ما ما استلمتنا عنه هي قامت بانقلاب حقيقي يعني في ست في خ في ستة او خمسة ما ما ما, ما ال الجيش لما استلم الحكم ما استلموا عشان الجنرالات ديل ما استلموا بس لانه بس لانه التراتبيه بتاعت الجيش بتفرض كده يعني بتفرض كده حتى الان ناس الفرق اللي قاعدين والمجموعه القاعده المكون العسكري كانت مكون عسكري لان التراتبيه بتاعت الجيش بتفرض ذلك يعني لولا ذلك لرايت حامد وغيره بتاعهم اللي الاساس لانهم هم ما قاموا بانقلاب لقوا القصه لقى الشارع ماشي في الشارع الناس ماشي في الشارع ما عايز الحكم ونطوا في القصه سايعه ليست ليس في ذلك كده وبالتالي الحديث عن الشباب يجب ان يكون مهم جدا انا انا اتفق انه يعني هذه الثورة الأخيرة ثورة أحرسه يعني لأنه الوعي زاد بشكل عام ولأن الثلاثين سنة كانت قاهرة جدا وقبيحة جدا لكن آه كان من الضروري جدا أنه آه يعني أن يقوم بها الشباب يعني كل اللي ماتوا الآن آه وكل الشهداء بتاع ثوره آه آه ديسمبر المجيده كلهم آه شباب يعني آه لا اظن ان هنالك كثيرا من العجزه فيهم يعني